مع كل جمهورنا العظيم الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي، الشخصيه المهذبه المحترمه اللي بيقوم بدور كبير جدا مع كل افراد الجهاز الفني. النجاح بيتسب للكل، وده الشيء الكبير جدا ومميز جدا. مبروك يا كابتن سامي، فرحه كبيره جدا كنا محتاجينها، لان هي بطولتين مش بطوله واحده الحقيقه. ربنا كرمنا النهارده الحمد لله، الكل اجتهد، قتال وروح وحماس وجمهور، اجواء عظيمه جدا. مبروك كابتن سامي، مبروك لكل الجهاز الفني ولاعبي النادي. اولا مبروك طبعا جمهور النادي الاهلي اللي هو بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا، يعني بشكرهم طبعا على حضور النهارده، على الدعم النهارده. اعتقد ان دي هديه بسيطه لينا، ان شاء الله مزيد من البطولات. زي ما انت قلت بطوله بتاهلنا بطوله السوبر كمان، فتعتبر بطولتين ان شاء الله نقدر نلعب عليهم ونقدر نحققها ان شاء الله. عندنا تحدي اكبر، دوري العام، بطوله افريقيا، فاعتقد ان شاء الله الحمد لله ماشيين بخطوات منتظمه. واللعيبه اعتقد الحمد لله ادت دور كبير جدا، يعني سواء على المستوى الفني او مستوى الروح. زي ما انت قلت، تعرف بطولات الكاس دي دايما بتبقى صعبه، خصوصا انت بتلعب منافس، يعني اعتقد عنده امكانيات كويسه جدا، مدرب كويس ولاعيبه كويسه، لعيبه مميزه. وانت عارف يمكن النادي اتنشا من فتره قليله، لكن انت عارف المباراه بتبقى صعبه بالنسبه لنا. يعني اعتقد النهارده النادي الاهلي بياكد ان هو بعيد جدا عن كل النوادي الموجوده سواء في مصر او في افريقيا. الحمد لله بتاكد ان انت البطل، ان انت صاحب شخصيه، ان انت عندك تاريخ كبير. مهما يكون اي فرقه تقدر توصل اعتقد بصعوبه جدا يعني. فبشكرهم طبعا، وبشكر اللعيبه جدا، وبارك للجهاز الفني طبعا وكله، الاداري والطبي والناس كلها اللي تعبت، واللعيبه اللي ما كانتش موجوده حتى النهارده وما شاركتش، او اللعيبه اللي كانت بره التشكيل النهارده، كان كله النهارده روح واحده، ودي عاده النادي الاهلي. يعني كابتن الخطيب بنقول الحمد لله على السلامه، وجوده النهارده كان شيء مهم جدا الحقيقه، ان هو يكون متواجد ايضا كمان في تسليم الكاس والمراسم بتبقى دفعه كبيره جدا يا كابتن سامي. وانت عارف ان هو كان تعبان الفتره اللي فاتت، لكن بنطمن كل جمهور النادي الاهلي، احساسكم ايه وانتم بتشوفوا الكابتن الخطيب متواجد معاكم وبيسلمكم الميداليه؟ هو بالنسبه لنا رمز كبير جدا، مش بالنسبه لجمهور النادي الاهلي بس، بالنسبه لجمهور مصر كلها اللي بيشجع كوره بحياديه وبيشجع كوره بشكل ايجابي. يعني اعتقد كابتن الخطيب رمز كبير جدا، يعني سواء على لكل مستوى الجماهير الموجوده في العالم كله، مش في مصر بس. يعني راجل طبعا اعتقد النهارده رغم تعبه اللي هو بيجي ويصمم اللي هو يبقى في وسط اللعيبه ويديهم دفعه قويه، اعتقد اللعيبه حاسه بكده يعني. واللعيبه يمكن اتكلمت والشناوي اتكلم في النقطه ديت، يعني ان دي اقل حاجه نقدر نقدمها للكابتن وللجمهور النادي الاهلي. فاعتقد الحمد لله كانت، اعتقد يعني اتمنى ان شاء الله تكون هديه تبسطه وتسعده وترجعه ان شاء الله بالف سلامه. شكرا. كل الشكر والتقدير لكابتننا الكابتن سامي قمصان، ومن قبلها طبعا كل نجوم النادي الاهلي. الفرحه حلوه جدا، جمهور النادي الاهلي عظيم، يا رب القادم يكون افضل ان شاء الله مع النادي الاهلي.